الفنان عمرو دياب بحفله الاخير في لبنان. شو رايك بهي الحاله؟ هو وضع الشوط على حفله باللباس للصحافه ولكثير تفاصيل. هلا برايي هو حط شروط لانه نجم، بس ما حط شروط لانه فنان. شو الفرق؟ الفرق يعني انا اليوم اذا عندي بالاداء اللايف قدام الناس، مباشر قدام الناس، فانا واثق من صوتي وواثق من فرقتي وواثق من كل الجماليات اللي ممكن تطلع معنا، فانا ليش لحط شروط انه لا تصوروا للصحفيين لا تنتقدوا؟ فما بايده بهي القصه انا. اما هو النجم فتشرط انه انا بدي هيك وما بدي هيك. يعني بتشوف الدافع كان بتخيل يعني اللي عنده ثقه بفنه تخيل ما بيتشرط هاي الشروط. عم نحكي عن الهضبه عمرو دياب، تاريخ عنده تاريخ. بالنسبه لي انا بشوفه فنان استعراضي اكثر ما له يعني يقدم لنا ماده فنيه. يعني هو اليوم بيقدم لك ماده للرقص للعرس اشياء هيك ما بعرف شو سميها، ما بعرف، بس هي ما لها علاقه بالشيء اللي نحن بنعمله. حتى ايضا الفنان محمد رمضان جمع بين تمثيل الغناء والشو. بحب تمثيله كثير، استعراض يعني بحب تمثيله. ممكن دخل استعراض ل يعني هلا الاستعراض حلو، بس انه انا اليوم بستعرض بصوتي، يعني بقول شيء مبهر للناس بصوتي، مو بلبس الذهب يعني مثلا او بتعري، يعني ما بعرف شو اقول لك.